سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام على خطى زملائهم في ولاية ورقلة والذين نظموا ما سموه مليونية الكرامة في 14 من الشهر الحالي. ها هم بطلوا ولاية الأغواط ومن يساندهم من أفراد المجتمع المدني يتأهبون لتنظيم تجمع آخر في ساحة المقاومة غدا لتبليغ السلطات المركزية والمحلية رسالة أخرى مرفوقة بغضب متنام منذ مدة غير يسيرة. وكان مشاهدينا الأفاضل عشرات الشباب بمختلف صفاتهم وتوجهاتهم قد رفضوا الحوار مع وفد برلماني ضم 20 عضوا يمثلون ولايات الجنوب، جاءوا للاستماع إليهم ورفع انشغالاتهم على خلفية ما هو جار بالمنطقة كلها والتي يطالب أهلها بالعدالة الاجتماعية، التنمية الشاملة، التوزيع العادل للسكن ومناصب شغل بالمؤسسات الاقتصادية الناشطة في حقول البترول والغاز بحاسي مسعود وعين مناص وغيرهما. نفتح الليلة مشاهدنا الكرام ملف التنمية في الجنوب الجزائري، ولكن قبل هذا دعونا نذهب لسماع بعض الشهادات التي أودعها هنا الذين حضروا تجمع ورقلة الأسبوع الماضي. السلام على رسول الله. هذه حركة شعبية جنوبية شمالية أقفال لمطالبة الحقوق، فهمني 40 مليون جزائري، فهمني هم يطالبوا في حقوقهم، شغلوا من هذه لا مطالب صغيرة، فهم كيف كان أمور ياسر راهي ضايعة، كان تهميش، كان طرقات، كان مسؤولين هنا في الإدارة يخرجونا في قرارات الهدم يطيحونا هنا في فهمني احنا في أرضك تبني في أرضك يجي يكسر لك، فهم كيف هنا ماذا بينا المال العام هذا، لأنه كان مال خاص وكان مال عام، ماذا بينا المال العام ليخرج من الأرض الجزائرية، ماذا بينا يقسم بالعدل على 48 ولاية، فهمتني؟ لأن كل جزائري شريك في المال هذا، فهمتني؟ المال هذا مش تاع نظام يعني وتاع ناس كما نقولوا محدودة بالأصابع، هذا مال لكل جزائريين، وكلنا حاربنا فرنسا، وكل جدودنا كاع حاربت فرنسا، فهمتني؟ احنا وطنيين وضد الانفصال، احنا مع الاتصال، فهمتني؟ احنا مع الاتصال ومع جميع الدول الإسلامية ومع جميع المغرب العربي، الظلم هذا ظلمات يوم القيامة، نذكركم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح أكثر من البخل، الشح أن تطمع فيما عند الخير، أما البخل تمنع. أنت راك شحيت يا خالي، راك دي الثروات تستولد بها، وراها زيت بلا الثروات كان ضرائب تاخذها، وراها الطرقات يا خالي، وراها المستشفيات، راهي الناس عتعانس، شباب 48 سنة مش متزوج يا خالي، أعمار أمتي من 60 إلى 70 وقليل ما يجاوز ذلك. يا أخي من تجاوز 60 يجب أن يحاسب نفسه قبل أن يموت، يجب أن يوصل الحقوق إلى أهلها. كان هذا جانبا من بعض الذين حضروا مشاهد من شهادات بعض شهادات الذين حضروا تجمع ورقلة والذي أطلقوا عليه تسمية مليونية الكرامة. هذا التجمع كان قد نظم في ورقلة في اليوم 14 من الشهر الحالي. مشاهدنا الكرام يصطحبنا في مناقشة أو في إثراء ملف الليلة الأساتذة بالقاسم خنشة ناشط حقوقي، كذلك فيصل مطاوي الكاتب والصحفي، ثم الطاهر بالعباس منسق لجنة الدفاع عن حقوق البطالين. أما في الاستوديو فنسعد باستضافة الأستاذ محمد العربي زيطوط القيادي في حركة رشاد والدبلوماسية السابق. أرحب بك أستاذ محمد العربي. المال العام، كل جزائري شريك في المال العام، كلنا حاربنا فرنسا، نحن وطنيون ضد الانفصال، نحن مع الاتصال، الظلم ظلمات يوم القيامة، المسؤول مطالب بالعدالة أمام الجميع. هذا ما جاء في شهادة هذا الأخ الذي حضر تجمع ورقلة، كيف تعلق عليه؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة كلمات عميقة من شاب يعبر عن الأغلبية العظمى من شباب الجزائر. وقبل أن أعلق عن ذلك دعني أذكر بأحد شباب الجزائر لتحل اليوم ذكرى 56 لاستشهاده البطل العظيم أحد زعماء الأمة وزعماء البلد مصطفى بن بولعيد رحمة الله عليه، مهندس ومخطط ومفجر، بل دعني أقول أنه أحد أباء الثورة العظام. هذا الرجل الشاوي الفحل أسد الأوراس وأسد الجزائر، فرحمة الله عليه شهيدا بإذن الله هو وإخوانه، وهؤلاء هم الذين بعثوا الأمل في الجزائر بعد أن ظلت ما يزيد آنذاك عن 120 سنة تحت الهيمنة والاستعمار، تحت الذل، تحت الاحتلال، تحت الاغتصاب، تحت القتل، تحت التشريد، تحت الإجرام. هؤلاء وقد مات شابا صغيرا والثلاثينات من عمره، ولكن للأسف من
قالوا من أنهم كانوا أيضا مجاهدين، وكثيرين منهم في الحقيقة لم يكونوا إلا مجاهدين مزورين أو مزيفين خربوا البلاد. وليست هذه الجزائر اليوم اللي أرادها بن بلعيد وبالمهيدي وبوضياف وكريم بالقاسم وعبد الرمضان وشعباني رحمة الله عليهم جميعا. جزائر اليوم تتجه إلى ليس فقط هذا الرداء الكارثي التي وصلت إليها البلاد، ليس فقط، والناس لا تفهم، في بلد غني، بلد شاسع، بلد كبير، تحدثنا كثيرا في هذه الأمور، ولكن تتجه أن سيادتها، أن استعمار الأمس اليوم يعبث في أجواءها، أن الاستعمار الجديد الأمريكي يلعب في حدودها وفي أجواءها، أن القوة الكبرى تريد أن تتآكل علينا بماذا؟ لأن هناك مجموعة حقيقة تستعبد الشعب الجزائري، تنهب. وهذا ما دعا هذا الشاب ليردد مثل هذه العبارات. نعم، هذا هو الشعور، لأن الشعور لدى الغالبية العظمى من الجزائريين، دعك من 5% اللي مستفيدين من الريع أو اللي في عايشين في عالم آخر، وكثيرين مش عايشين بالجزائر، ربما عايشين بأجسادهم. البقية الناس تتساءل لماذا وصلنا إلى هذا الحد، كيف وصلنا إلى هذا الحد، هذه هي جزائر الشهداء، هذه هي جزائر الغنى، هذه هي جزائر اللي تتوسط العالم، نحن في قلب العالم، ومع ذلك انظر إلى الانترنت كسبيل المثال. يعني الجزائر في الناس فقط، وهذا خنق للمجتمع. الجزائر الناس تتساءل لماذا وصلنا إلى هذا الحد ومن أوصلنا إليه، ولكن الآن انتهت الناس، مش فقط التساؤل، الناس تنتفض وتثور على هذا الوضع. لماذا؟ لأنه لم يبقى شيء، لم يبقى شيء إلا ودمر، لم يبقى شيء جميل إلا وحطم. حطمت الناس في أخلاقها، حطمت الناس في عقولها، حطمت الناس في أرزاقها. عندما يقول لك أن الناس وصلت 40 سنة ولا تتزوج، يكتب لي بعض الناس بما فيهم نساء، تقول لك أنا تجاوزت 40، لن يكون لي أولاد أبدا، لأني لا أجد من يتزوجني، لأن ما فيه مشكل عمل، فيه مشكل بيوت، فيه مشكل، وفيه منهم وفيه منهن من هم وضعهم المادي لا بس به يعني، لكن لأن الدمار اللي حدث والتخريب اللي حدث، ما أصبحش الناس تقدر تتزوج أو تتزوج في ظروف صعبة. صحيح مش الجميع، لكن هناك نسب معينة تعاني وتعاني بشدة. طيب سيد محمد العربي، هل يفهم من أن تجمع الأغواط المزمع تنظيمه غدا بإذن الله أتى بديلا عن تجمع ورقلة، أم أن الرسالة لم تتخطفها الحكومة وتفهمها ولذلك اضطر الشباب لتنظيم تجمع آخر في الأغواط؟ هو تكملة لما يحدث، انتفاضة الجزائريين في الجنوب، وأنا دائما أركز على كلمة الجزائريين في الجنوب. نعم. لأن هناك جزائريين في الجنوب، وهناك جزائريين في الشرق وفي الغرب وفي الشمال، لأن نحن جزائريون، كلهم جزائريون، جزائر واحدة موحدة، وهؤلاء يرفعون هذا الشعار. حتى مسألة الحراك الجنوبي أنا لا أحبذها، لأن تذكرنا بالحراك الجنوبي في اليمن، هؤلاء الذين يريدون الانفصال عن اليمن بسبب عام. بالضبط، أكبر شيء وأكبر شعار رفعوه الجزائريين في الجنوب هو شعار الأعلام، وكانت النشيد الوطني، وكانت الأعلام الوطنية، وكان الحديث بالوطن. بل بالعكس، الكارثة أن وجدنا النظام هذا ومن يمثله يتحدث، هو الذي يريد الانفصال. الآن يذهبون إلى إنشاء بعض القبائل، يعني العروش، بمعنى العروش، يذهبون إلى العروش الدولة، هذا النظام اللي يدعي أنه متطور، الأعيان هذه، يذهبون إلى رؤساء العروش وممثلي العروش، وكثيرين مزيفين، لأن حتى في العروش فيها فحولة ورجال ما قبلوش هذا الوضع، لأنهم يعرفوا أن النظام هذا يريد أن يعبث بهم، لكن مزيفين يسموهم أعيان. النظام، الثورة الجزائرية قاضت على العروش، إذا كان واحدة من أكبر إيجابيات الثورة الجزائرية أنها قضت على العروشية اللي كانت فرنسا تدعمها آنذاك، وقضت الطرقية الفاسدة. أنا لا أتحدث على الطرقية إجمالا، لأن فيه في الطرقية من هو منصف ووسطي، لكن الطرقية الفاسدة اللي كانت رديف للاستعمار قضت عليه. الآن هم أنشأوها، يعني بوتفليقة منذ أن جاء لم يعطي الأموال بلا حدود، بلا حدود، للزاوية الفلانية والزاوية الفلانية والزاوية الفلانية. كيديروها كبديل باش يخنقوا به المجتمع ويعتقدوا بأن بهم يضعون الأيدي، وكاننا في السنغال أو كاننا في النيجر أو كاننا، يعني ما مش فاهمين بأن الثورة الجزائرية قد قضت على هذه الأشياء. هذا الإشكال تاع الأعيان. إذن في رأس الدولة من يذهب إلى شرذمة المجتمع، لا فراغمونتاسيون، اتوميزاسيون، تحطيمه، تفتيته عن طريق واش؟ العروش، نفخ في العروش، نفخ في الزوايا، يعني النفخ في الأشياء المحلية واللي هي كما قلت قضت عليها الثورة الجزائرية، يريدون عن طريق هذه العين. الشباب طبعا واعي جدا، ولذلك سؤالك،
لغواط ليست بديل عن ورقلة، هي تصعيد تكمله. تكمل. طيب. وهذا هو مهم طيب جدا في هذا. الآن مشاهدينا الكرام سننتقل إلى لغواط جنوب الجزائر، حيث ينتظر هناك الناشط الحقوقي بالقاسم خنشة. بعد الترحيب بك أستاذ بالقاسم، ضعنا في صورة الحدث والاستعدادات الأخيرة لتنظيم تجمع ما أطلق عليه هناك اسم تجمع الغضب أو مسيرة الغضب أو مليونية الغضب في الأغواط. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا للأخ زيتون. يحييك. الحدث صنعه شباب الوجلة وراحين يتموه شباب الأغواط، وراحين إن شاء الله امتداد لكل الولايات، لأن المشكل مشترك، مشكل اجتماعي اقتصادي سياسي ثقافي. احنا حركنا في الاغواط كشباب بطال، ولينا معنا كل الشرائح تحركت معنا، ناديناها كبطالين، جاوا من كل مكان متعاطفين، حتى ام امينه معنا اليوم. طيب لماذا 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 بالقاسم خنشة لماذا دعوتم لتنظيم هذا التجمع طالما أن هناك تجمعا قد سبقكم في ورقلة والمطالب هي نفسها؟ لماذا لم تعطوا فرصة لأعضاء الحكومة حتى يربطوا الاتصال بناشطي ورقلة وبطاليها؟ لا تثق في وعود الحكومة أنت، لا أحد يثق في الوعود. هم يمدون يدري للحوار ويمدون أخرى للغدر. لماذا دعوا منتخبين البرلمانيين إذا كان نيتهم في التفاوض؟ دعوهم لمطابع كما طلب مطاف المطفئيين. لو كان عندهم نية جادة في الحوار بدأ الحوار ونادوا الشباب البطال وممثليهم وحاورهم. لماذا نعرف البرلمانيين إذا؟ طيب القاسم، لماذا رفضتم استقبال البرلمانيين الذين يمثلون ولاية الجنوب؟ هم لا يمثلون، هم يمثلون أنفسهم. إذا كان هم لا يمثلون الشعب، لماذا يخرج الشعب للشارع إذا؟ هم لا يمثلون سوى أنفسهم، لا نعترف بهم أصلا. ناس مصلحيين وناس يعملوا في مصالحهم الشخصيه ومعروفه، واي واحد من الشارع تخرج تقول له وش رايك في البرلمان يقول لك انسان قبضه، انسان مصلحي. طيب ماذا عن الاعيان؟ عبد الملك سلال طلب من الجمعيات والشركات فتح ابواب الحوار لكن ما وصل الاعيان. نحن اعيان انفسنا. الاعيان شيوخنا لم يقدموهم من قبل ولم يقدموهم الان ولا في المستقبل، ليس لنا اعيان نحن يمثلوننا. نحن شباب البطالون وشباب المتضررون من السياسة الهمجية، نحن من نقول ومن نكون. طيب بالقاسم خنشة، ساعات معدودات تفصلنا عن تنظيم هذا التجمع، هذه فرصة ذكر بالمطالب، مطالب الشباب هنالك في الأغواط. أول مطلب أساسي ومركزين عليه هو حقنا كرامتنا كإنسان، نطالب بكرامة الإنسان. نحن هنا نعان كبطلون وكشباب، من يذهب ليطلب حقه او حاجه يهاب ويضرب ويشن ويطبع قضائيا، وانتم تعرفوا كل القنوات تبث هذا. يعني ليست لديكم مطالب سياسيه، افهم من هذا مطالبكم كلها اجتماعيه؟ المطالب الاجتماعيه محضه، العمل، السكن، الكرامه وهل مجرم. نحن في عداد الاموات ان راينا ما احتاجات الانسان وما تطلبات الانسان وكيف يعيش الانسان، نحن ليس عندنا مؤهلات للعيش. طيب كيف تردون على بعض الأطراف المحسوبة على السلطة بأنكم تحيون الغرائز الجهوية بما أنكم تريدون فصل الجنوب وما إلى ذلك؟ هذا ما روجته بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة. ماذا إذا نقول عن أم أمينة؟ هي من الجنوب؟ هي أساسية جزائر العاصمة ومعها الكثيرون. حتى أصحاب الجلسة غريزان من صغانم لأخير أنه نادي نحن لمليونية، نحن لدينا مجائية فلبوا ميدانا وأبوا إلا أن يكونوا معنا ليساندوننا. ممكن أن يكون هناك جهوية هنا. طيب بالقاسم خنشة الناشط الحقوقي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الأغواط جنوب الجزائر. أعود إليك أستاذ محمد العربي، إذا عدنا لموقف السلطات في الجزائر هنالك خطوات اتبعها عبد الملك سلال أو قبل رئيس الجمهورية، عزلوا الولاة ثم عينوا آخرين بدلا منهم ثم فصلوا مدير التشغيل في ولاية ورقلة، ثم أتت زيارة عبد الملك سلال لبشار وهناك وصف هؤلاء الذين تجمعوا في ورقلة بالرجال بدلا من كلمة شرذمة كانوا يسحبها وقال هؤلاء رجال. أليست هذه خطوة في الطريق السليم؟ خطوة في الطريق السليم لو كانوا بالفعل يوفون بما يعيدون، ولو كانوا بالفعل
ما توعدوا أو ما عاهدوا عليه الشعب الجزائري من قبل بما فيهم الرئيس وما يسمى بالرئيس لا وفوا. للأسف هؤلاء وبما فيهم الرئيس وعدوا وأخلفوا، نعم، وتمنوا وخانوا، حدثوا وكذبوا. هؤلاء اجتمعت فيهم كل هذه الأشياء. والدليل على ذلك لو ترجع لخطابات رأس الدولة وتسمع من 92 إلى الآن تجد مثلا آخر ما كتب، الرسالة اللي كتبها قبل يومين أو ثلاثة أيام يوم 19 مارس وتحدث فيها على الأوضاع، فيها جملة من الاعترافات. كثيرين اعتقدوا بأنه والله ممتاز، الرئيس يعترف بعد 14 سنة يعترف، لعله في العام الأخير. طبعا اللي ما درتوش في 14 سنة ممكن تديروا في بعضها، لكن وأنا أسمع وأقرأ في الرسالة وكأنها نسخة من رسالة من خطاب ألقاه، الآن طبعا لا يستطيع أن يلقي لأنه الآن مريض جدا وتقريبا غايب طول الوقت، فلذلك يقرأ الرسائل لشعبه. وكان وهذه واحدة من البدع نتاعو، هو أنه الرئيس لا يخاطب شعبه، يستطيع أن يلتقي مسؤولين فرنسيين من الدرجة السابعة أو السادسة ويخرج معهم ويتحدث إليهم، ولكن لا يتحدث إلى شعبه ولا يخاطب شعبه، إنما يبعث المرسلين. في 2008 في 26 جويلية 2008، ولذلك أنا أحب دائما أذكر بالأدلة والشواهد حتى لا نتهم من أننا نبالغ. نعم. هناك ألقى خطاب فيما سمي آنذاك، لدي هنا الخطاب بما فيه التعليقات نتاع الصحافة يومها 26/7/2008. بوتفليقة يعترف لأول مرة بفشل سياسة الاستثمار، وقال يومها أنه ما يسمى بالمنتخبين، وكان هذا الخطاب أمام 1541 رئيس بلدية ومجلس شعبي كما يسمى والمجالس الولائية والولات وكذا، وقال لهم أنه الأمور ما ذهبت إلى الفشل. ثم قال أن الطريق، ولازلت أذكر هذه المقولة جدا، الذي كنا نظنه أنه يوصلنا إلى الجنة لم يوصلنا إلى طريق، وأن نيوفنا أنفنا تكسر مع هذه الاستثمارات، وأن هذو اللي جبناهم باش يستثمروا نهبونا وراحوا، يقصد كثير من أصدقائه من الخليج، نعم، وكثير من أصدقائه من فرنسا، وكان اعتراف واضح. إذن لو رجعنا لهذا الخطاب آنذاك، كل التعليقات اللي خرجت في الصحافة الدولية والداخلية قالوا هذا خطاب مودع، هذا الرجل يعني أنه لن يعدل الدستور ولن يسعى إلى عهدة ثالثة. هذا في 2008. في 2008. بعدها بثلاث أشهر ماذا فعل؟ قام بتعديل الدستور واختراق الدستور. وتحديتهم أنا ذاك اليوم في ذاك الوقت مع بعض ممثلي هذا النظام، وقلت لهم أن التعديل يأتي فقط من أجل فتح العهدات، وأن مهما قلتم على ترقية المرأة وترقية الثورة وترقية مانيش عارف الوحدة على أساس الإصلاحات، كل كلام فارغ، وأن الهدف هو فتح للعهدات. إذن في الوقت اللي كل الناس كانت تنتظر منه أن يرحل بعد عهدة ثانية، يعني بعد 10 سنين من السلطة آنذاك تقريبا 9.5 سنين، راح خادع. وهذه هي المخادعة، الحكم بالخداع، الحكم بالمناورة، بالكذب الناس. ولذلك هو من الناس اللي استطاع أن يكذب ويخدع كل الناس لفترة معينة، لكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس طول الوقت، وهذا هو اللي حدث معه. الآن الناس خلص شافت بأنها الأكاذيب ليس لها حدود، الخداع ليس له حدود، المناورات ليس لها حدود من طرف هذه الجماعة الحاكمة، وبالتالي تنتفض، والانتفاضات تتراكم الآن، والضغط يتراكم الآن. كثيرين مساكين ينتحرون مثلا، نوع من الغضب لكنه غضب عدمي. طيب كثيرين يهربون، كثيرين يهربون المخدرات، كثيرين يهربون في البحار، لكن هذا هو الموقف. سلال شخصيا، نعم، إذا عدت إلى عبد الملك سلال شخصيا، كان وزيرا للري ثم الآن عين رئيسا للحكومة، وقبل هذا أنت تعرف أنه كان رئيس اللجنة اللي جابت عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات، أقصد نظمت. هناك من يقول لماذا سلال لم ينتبه لما يعانيه الجنوب، وقد كان في يوم موالي هناك في عدة ولايات هناك في الجنوب بما فيها الأغواط، كان والي في الأغواط في الثمانينات. الآن يريد ما هي، يريد أن يعرف ما هي حاجيات الجنوب وغيره. ألم يكن هو واليا هناك وأدرى بهذه الاحتياجات كلها؟ يعني بعبارة أخرى هم يكررون المكرر ويجربون المجرب أم ماذا؟ لو كانوا بالفعل يذهبون هناك، أن الوالي يشتغل كوالي بالفعل ويذهب هناك كوالي، صحيح، لا هم يذهبون هناك. أنت الرجل يتحدث على المرميطة وعلى الدومينو وعلى، أنت سمعته في خطاباته، يعني أنا لا أقول شيء من عندي. هذا هو المستوى أنت حكام الجزائر الآن، يعني تتذكر حتى في أيام بومدين وانتقادنا الاستبداد وانتقاد، لكن لم يكن هذا المستوى الدنيء وهذا المستوى الهزيل
ممن يدعون أنهم حكام هذه البلاد. هم يذهبون هناك كولات لكن لا علاقة لهم بالشعب ولا علاقة لهم بالناس. أنت الآن أنت تستطيع أن تلتقي في هذه البلاد، تستطيع أن تلتقي رئيس الحكومة في الأندرغراوند في المترو، وتستطيع أن تلتقي الوزراء في الباص، وتستطيع أن تلتقي البرلماني اللي تحب تشوفه تروح تشوفه. روح انتقل الناس إلي يشوفوا الوالي، إلي يشوفوا رئيس الديوان أحيانا، إلي يشوفوا رئيس البلدية أحيانا، روح كل إلي يشوفهم. ناس يضعوا بمجرد ما يصلوا يوضعوا في يطلعوا إلى 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 أماكن وإلى أقواس عاجية وإلى قصور عاجية، فلا علاقة لهم بالناس. نوعية من الاستعباد، عقلية استعمارية، عقلية بقايا الكولون. الكولون كانوا أفضل على الأقل من ناحية أنه واضح، جاوري جاء استعمرنا بالقوة، ذبحنا دمرنا مدينة الأغواط اللي تنتفض اليوم. يعني هذه ضربت، وبالمناسبة أول مرة استعملت كلمة هولوكوست استعملت الأغواط، لأن من بين الأشياء اللي ضربت بها ضربت بسلاح كيميائي ذاك الوقت يسمى الكلوروفول، وقتل نصف شعبها بما فيه ذبح الذكور بين قوسين فقط. لا يعرفون، لا يعرفون لا تاريخ ولا واقع المنطقة، ولا يعيشون مع الناس، ولا يعيشون يعيشون في أماكن بالفساد بأمور. ولكن الحكومة الآن يعني عرفت هذه الرسالة ووصلتها، يعني صارت بين إيديها حتى في العاصمة عارفين، وبدلوا الولات وأرسل الرئيس الحكومة راح البشار، يعني عبارة أخرى فيه وعود فعلا، لكن هما يعني كأنهم شعروا أنه في خطر فعلا، هناك خطر داهم آت من الجنوب فعلا. الخطر الحقيقي اللي جاي هو أن الشعب الجزائري خلاص قال لهم كفى، لن أصدقكم أبدا. إذا كان الناس في الجنوب، شوف لما يوصل الجنوب، لما يوصل الجزائري في الجنوب ينتفض، أعرف باللي الأمور بلغت حدا غير معقول. الإنسان في الجنوب وزير طاقة، وزير طاقة كمثال، وزير طاقة ما أعرف إذا هل تدرجه في ضمن الوعود أم لا، قال لهم الجنوب لن تنقطع عنه الكهرباء في رمضان المقبل. قال نفس الكلام، نفس الكلام الوزير اللي كان قبله قالوا العام الماضي، وزير الطاقة قبل عامين قال نفس الكلام. نستطيع أن نجيب لك جرائد ذكرت نفس الكلام على رئيس صنع الغاز وعلى الوزير اللي كان وزير الطاقة، وعلى بأنه لا تنقطع الكهرباء هذا العام. مش فقط انقطعت في الجنوب، انقطعت في العاصمة، ولكن وانقطعت في قسنطينة أكبر في الجنوب، وانقطعت في بسكرة وين درجة الحرارة 50 درجة، وانقطعت في ورقلة، وانقطعت في أماكن وين تصل درجة الحرارة 50 درجة في رمضان. في رمضان تعرف كم مات عدد من الناس الكبار ومن الأطفال الصغار ومن الأمراض. اللي الواد اليوم، مدينة الواد مثلا، ولاية الواد فيها حالات من السرطان ومن الأمراض غير مسبوقة. تعرف لماذا؟ لأن الناس تشرب في البلاستيك. ما زال بعد 50 سنة من الاستقلال الناس تشري الماء، تشري الماء وتحطه في البلاستيك وتعبيه في البلاستيك، لأنهم ما عندهمش الماء في الواد. هل يعقل أنه بعد 50 سنة مياه صالحة للشرب، ما عندهمش مياه صالحة للشرب، وأنه الإنسان يقضي أحيانا 10% 20% من مدخوله لشراء الماء ويتم وضعه وتكديسه في، ولذلك ينتفض الواد أيضا يوم 30 بعد أسبوع من بعد غد يوم 30 ينتفض أحرار الواد، ويكون معهم كل الجزائريين أيضا، وينتقلون عدة مدن كما ينتقلون الآن للأغواط. إذن طيب ما هي المطالب؟ كيف تجيبني عن من يقول عن هؤلاء البطالين الذين الآن صاروا ينتقلون من تجمع إلى تجمع، من مسيرة إلى مسيرة، من اعتصام إلى اعتصام، يريدون مناصب شغل في شركات تشتغل في عقلية البترول والغاز، وهم ليس لديهم لا تكوين ولا تأهيل؟ كيف يطالبون بهذه المناصب والأولوية لمن لديه تأهيل أو تكوين؟ هذه حجتهم، هذه أكاذيب وإشاعات صحافة البقارة. واحترامي للبقارة اللي يربوا البقر، لأنهم بالفعل يقدموا خدمة للجزائر، لأن الجزائر للأسف واحدة من أكثر الدول اللي تشتري الحليب أيضا. يعني 70% إلى 80% مما نحتاجه من أكل من دواء من شرب من لباس من نشتروه من الخارج في بلد مثل القارة. في السبعينات والثمانينات كانت عندنا سوني تاكس، وكانت عندنا سوني ليك، وكانت عندنا، وأتذكر كنا نلبسوا هذه الأحذية نتاعهم وكانت جميلة، كانت تنتجها الجزائر، وكانت عندنا إيني، وكانت عندنا رويبة، وكانت كسروا الشركات كلها وباعوها بالدينار الرمزي ونهبوها بالدينار الرمزي، وما زالوا ينهبوا الآن في أملاك الدولة. قالك بالدينار الرمزي، صحيح بعض الأسر قد يستفيدون، لكن الأغلبية هم اللي راح ياخذوا شقق في 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 مثل محمد الخامس، أو في أودان، أو في بن مهيدي، أو اللي تسوى 5 ملايير 10 ملايير راح ياخذوها بالدينار الرمزي. هكذا نهب. عندما يقولوا هذه هي صحافة البقارة، صحافة الإشاعات، صحافة الكذب، مثل ما قالوا أن فلان ذهب إلى طاهر بن العباس، ذهب إلى جنيف، ورجل لا يملك جواز، أن كذا، أنه كذا، أن الشمال حرر الجنوب،
أي بدعة هذه قالوها؟ هاهم اللي يحبوا يكسروا الوحدة الوطنية. يبقى يا أستاذ محمد العربي اللي حروا الجنوب الجزائريين من كل مكان. يبقى أنه في صحفيين شرفاء في الجزائر. طبعاً طبعاً لا لا. ونحن لا يمكن. لا 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 لا, لا, لا اسمح لي. هنا بارك الله فيك. لا أنا قلت أنا استثنيت. قلت نعم. صحافة البقارة أنا طبعاً هناك شرفاء في الجزائر في كل مكان. في الإدارة في الصحافة في القضاء في الجيش في الشرطة في كل مكان وأنا دائماً أؤكد على ذلك وأركز ولولاهم ولولا هالصحافين الشرفاء اللي راهم يمروا أشياء. ويمروا لما كثير من المعلومات ما وصلتش بل بالعكس أنا أتحدث على صحافة البقر أعني ناس معينين وأعنيهم معينين ويعرفون أنفسهم. طيب سنتحدث مشاهدينا الكرام بأكثر تفاصيل حول جوانب أخرى تتعلق بهذه المليونية مليونية الغضب هكذا سموها التي ستنظم غدا في الأغواط ولكن بعد فاصل قصير. بالموازات رانا نعملوا ورانا نعتصموا ومسيرتنا مستمرة واعتصامنا مستمر. مواطنون مع وقف التنفيذ يأتيكم في الأوقات التالية. نسلم على عمال المغاربية وربي يخلي لنا القناة تاعكم قناة الحرة. القناة هي وقتها معانا. أرحب بكم مشاهدينا الكرام نحن على الهواء مباشرة في برنامج الحدث المغاربي نفتح الليلة ملف التنمية في جنوب الجزائر وسنتحدث بالتفصيل عن تجمع مدينة الأغواط الذي سينظم غدا بإذن الله والذي أطلقوا عليه اسم مليونية الغضب. قبل هذا مشاهدينا الكرام نعود لسماع بعض ما ورد في شهادات من حضروا تجمع ورقلة في اليوم 14 من هذا الشهر. احنا لسان حال ورقلة نختصره باش ما نطولوش. لسان حال ورقلة عندما تطلب بحاجة هي في فائدة الوطن كامل لأن جماعة ورقلة ما قالوش يخدموا غير ورقلة لأن ورقلة إذا تخدمت هي قطعة من الجزائر لأنه كون يجي أجنبي واش يقول كي يهبطوا الأجانب هنا واش راهم يقولون هذه ورقلة مدينة البترول وهذه سبة لجماعة الشعب الجزائري هذه كي يخدموا ورقلة ويديروا فيها تنمية اقتصادية راه الحكاية في التل بحاصر كاين الناس ماهيش لاقية واش تسكن وكل كي يدير التنمية ويجي عامل هنا يخدم ما قلنالوش لسان حال شباب ورقلة قال ما تحقروناش ما قالوش الناس ما تخدمش ما كان له الإعلام يبدأ يبث في فبركة الآن رانا في القرن 21 عندما يكون إعلامي يدخ داسيسة نتاع فتنة من وراء هو أجندة من وراء بعض الإعلاميين هم من وراهم أجندة وليس من الشباب لأني أنا في العقل والمنطق يلوم الإعلامي عندما يخطي أما الشباب قعد متهور ما لا يحسب له لأنه من العامة. إذن هنا الحل كيف يكون الحل؟ إذا تحل مشكل ورقلة معناها تحل على مشكل التراب الوطني لجميع البطالين وجميع وتفتح المشكل. أما إذا ما تحلش في الورقلة معناها يعني يكون مشكل على التراب الوطني ككامل. وهذه ورانا الآن. فإذا الحل وشني؟ الحل شباب ورقلة الآن واش يطلب؟ يطلب حوار مطول مع رئيس الحكومة في أقرب الحال وزير الطاقة وزير الداخلية وناطق من خلية الإعلام لدى وزارة الدفاع هذا هو المطلب الحقيقي ما كاينش خير احنا نعطوا الحلول الجذرية لأن لماذا المشكلة وقع في ورقلة في البطالة
عملية مدبرة من بعض وليس من الكل، من بعض الناس الذين لا يريدون خير للجزائر ككل وليس الورقلة، الجزائر ككل، لأنك يطرح الناس يردوها، وهذه عملية على بالهم بها سياسية، لأني أنا كنعود 6 سنين وأنا نروح ونرجع، معناها بقي تورطني، اضطريت عندك من وراء أهداف أنا ما تلزمنيش. وهذا مشاهدينا الكرام رد شاف وكاف على الذين يقولون بأن هؤلاء الذين ينتفضون في الجنوب لديهم مطالب جهوية ولا يريدون الانفصال وما إلى ذلك من هذا الكلام، في حقيقة كلام وصفه الكثير بأنه سخيف. أستاذ محمد العربي زيتوط، هذه التجمعات اللي ظهرت هالأيام في الجنوب، الجديد فيها أنهم طردوا البرلمانيين، طردوا حتى الإعلاميين المشبوهين، هم قالوا أنهم هؤلاء مشبوهون، كذلك الأحزاب قالوا لا نريد أن يحضر هؤلاء تجمعاتنا، لماذا؟ 20 عضو في الغوات بس. هذا الرجل الفاضل وهذه العقليات، نعم، والله لهي أولى أن تحكم البلاد من سلال ومن بوتفليقة ومن من معهم. يطردون هؤلاء لأن هؤلاء لصوص، ما يسمى الآن بالمنتخبين إلا استثناء، إلا من رحم ربك، وهم يعترفون بذلك. نحن شفنا في جرائدهم قالوا باللي فلان يدفع 500 مليون باش يولي تدليست، فلان يدفع 5 ملايين باش يولي مباشرة في الجرائد موجودة. يعني هذا لم يعد حتى يخفى، بمعنى أني ندفع 5 ملايير باش خطر أخو استثمار، يدفع 5 ملايير باش يدي 50 مليار، باش يدي 200 مليار، باش يدي الجواز الأحمر، باش يدي المناصب، كانوا يقولوا باش يدي العلاقات دي بي دي ديجاج. الناس الآن كرهت من حاجة اسمها منتخب. المفروض المنتخب هو اللي يمثل الشعب، هو الوسيط ما بين المنتخب على كافة المستويات، هو الوسيط ما بين الشعب والدولة، وهو المجتمع المدني بما فيه، تقصد يحس بالمشكلة قبل حدوث، يعيشها. أنت المنتخب يعيشها، يعيش الواقع، يعيش مع الناس، يركب ما يركبون، يأكل ما يأكلون. هؤلاء يروحوا للجزائر العاصمة ويبقوا في الفنادق 5 نجوم ويدوا في 40 مليون وال 30 مليون ل 40 مليون وخلاف الاحتياطات وخلاف المزايا، والأخطر من ذلك لو كان غير جاي يدوا في هذون. وشفنا كيفاش بوتفليقة باش يدير العهدة الثالثة رفع لهم من 5 مليون 30 مليون، لكن لي بريم اللي يعطوهم لهم وللخارج يعني 500 أورو إلى 1000 أورو بديل يومي وكل شيء مدفوع. طيب ماذا عن الأحزاب؟ لماذا رفضوا حضور الأحزاب؟ لا أحزاب، لأن هذا المنتخبين من هذه الأحزاب. الأحزاب هذه أيضا إلا من رحم ربك، كاستثناءات كأفراد قد يكون فيها مناضلين صالحين، لكن قيادات الأحزاب الطبقة السياسية هذه أصبحت طبقة فاسدة، وجدناهم الآن يدافعوا عن المستحيل. يعني فيه وحدة تروتسكية الآن من 20 سنة وهي تكذب على الناس، الآن تتهم بهؤلاء هم اللي يجيبوا الخارج. يعني لما البطال في ورقلة ولا في أدرار ولا في بشار ولا في بسكرة ولا في بوسعادة ولا في لغوات ولا في باتنا ولا في عنابة يتكلم على حق طبيعي جدا بازيك كما يقال، اللي هو حق في العمل، لأن الحق في العمل هو كرامة قبل أن يكون أي شيء، يصبح هو اللي راح يجيب النيتو، ما هو النيتو أصدقائكم. لما الناس الطالب بسكن وأن السكنات ما يتنهبش والعقارات ما تنهبش والأراضي ما تنهبش يصبحوا عملاء لقطر، قطر ينسحبكم والخليجيين ينسحبكم، يعني تكذبوا على الأمة، كشفتهم الأمة. فهؤلاء هذه ما يسمى بطبقة سياسية. وهذا واحد سمعت أنه يقول بأنه حتى لو لم يقل شرذ ما لوجدوا له شيئا آخر، طبعا لأنه شريك في اللصوصية، شريك في اللصوصية ينهبون، فالناس اكتشفتهم. ولذلك الآن في الجزائر في أي مكان أين سيذهب هؤلاء ما يسمى بالمنتخبين مزيفين لصوص الناس، هذون ليس نواب، هذون نهاب، هذون سيطردونهم في كل مكان، سيطردونهم سواء في الصحراء أو في الشمال أو في الشرق، لأنهم يعرفون أنهم لصوص وأنهم جايين فقط باش يجقدوا الشعب، كما كانوا القيادة أيام فرنسا. الناس القياد ذبحت الشعب الجزائري، اللي ذبحوه القياد أكثر من فرنسا، هم اللي كانوا طولوا خلوا فرنسا تبقى 130 سنة، هؤلاء مثلهم. ولذلك لا عيان، لا ما يسمى بالمنتخبين، لا ما يسمى بالعروش، لا، انتهت. النظام سيجد نفسه أمام الشعب مباشرة، ولذلك أحرار ورقلة فعلوها ويفعلها اليوم أحرار الأغواط وسيفعلها أحرار الواد، وستنتقل إلى الشمال الآن، ستنتقل إلى مدن أخرى لا نتحدث عنها لكنها ستنتقل إلى مدن أخرى، انتهت. والناس ستخرج، الناس الآن الشعار الأساسي هو حتى ولو لم يرفع لكن سترفع هذه الشعارات، إسقاط الفساد. طيب هذا النظام يقول والله أنا مع محاربة الفساد، سيرفع شعار الشعب يريد إسقاط الفساد، وسيرفع شعار الشعب يريد تطهير البلاد، وسيرفع شعار الشعب يريد استرجاع الوطن،
لان الوطن خلاص لم يعد للجزائريين، ولو يشعروا فيه غرباء، ولو يشعروا فيه انهم متهمين، انهم يضربون، يعذبون، يقتلون، يسجنون. يعني شباب الاغواط اللي راه مازال الان في السجن ماذا فعل؟ راحوا طالبوا بحقهم كما يطالب اي شريف، نريد ان نعمل. ما يريدوش ان ياخذوا النهب، ما يريدوش يدخلوا في لا دروغ، ما يريدوش ان السرقه. شوف لا امن الان ولا لذلك هذه الشعارات الاساسيه، الشعب يريد اسقاط الفساد، الشعب يريد تطهير البلاد، الشعب يريد استرجاع الوطن، وسيذهب الناس الى احتلال البلديات والولايات، ليس احتلالها في الحقيقه، استرجاعها، لان خلاص ما عادوش يعترفوا الان. وانا هذه قناعتي انه كل الناس في اي مكان انتهت الوعود. طيب قوائم العمل، قوائم السكن، قوائم كله لازم يكون شفاف واضح ومعلن. طيب الان نستمع لوجهه نظر اعلاميه هذه المره. الاستاذ فيصل المطاوي الكاتب والصحفي ينضم الينا الان، ارحب بك استاذ فيصل. بماذا تفسر رفض الشباب المنتفض في الجنوب استماع او استقبال النواب، نواب البرلمان الذين يمثلون الجنوب، كذلك غسل ايديهم من هؤلاء السياسيين، اقصد المتحزبين، بالاضافه الى الاعلاميين، هم يقولون ان هناك اعلاميين مشبوهين لا يمكن ان نتحدث معهم. بماذا تفسر هذه الهبه في الجنوب، جنوب الجزائر؟ لا ببساطه سيدي الكريم، ان شباب الجنوب له وعي سياسي كبير ويعرف جيدا من يمثل من ومن، يعني هو سياسي ومن هو غير سياسي. الشباب في الجنوب يرفض حضور البرلمانيين لان هؤلاء، يعني غرابه الامر ان في كل دول العالم البرلمانيين ينقلون مشاغل القاعده، مشاغل الشعب الى الحكومه، الى السلطات، ولكن في الجزائر البرلمانيين يعني يقومون عكس ذلك، يتنقلون من صالونات العاصمه، من فنادق العاصمه، من مطاعم العاصمه الى الجنوب، يقولون للشباب كفوا عن المطالب. يعني هذه غرائب موجوده الا في الجزائر. يعني يبقى الشباب يرفضون لانهم يعرفون هؤلاء اتوا ليقولون لهم لا تخرجون الى الشارع، لا تعبرون عن مطالبكم، لا تخرجون ولا تتسيسون، لان حتى في الجزائر هناك خوف من التسيس في الجزائر. انا بالنسبه للاعلام فهنا بعض القنوات الخاصه مع الاسف يعني اصبحت تهدد ويعني تتحامل على الشباب اتهامات باطله لا طائل منها، وبالتالي لا يمكن للاعلام في هذه الظروف ان يحصل على المصداقيه، اقول بعض الاعلام وليس الاعلام، وبالتالي فهناك من يخشى ان يكون هناك حراك في الجنوب، حراك سياسي سلمي ديمقراطي يطالب بحقوق، يطالب يعني باشياء هي مشروعه اساسا، وبالتالي فالكل يتخوف كما يقولون من الربيع العربي، لان كان الربيع العربي كان رفض الطغيان هو مرض في الجزائر. طيب فيصل، لماذا لا يصغي الشباب المنتفض في ورقلة والأغواط حسب ما سينظم غدا، لماذا لا يصغي هؤلاء لعبد الملك سلال أو لوعود عبد الملك سلال؟ وقد ذهب إليهم الأسبوع الماضي، ذهب إلى ولاية بشار ووعدهم بعدة مشاريع، لماذا لا يعطونه فرصة؟ هو عبد الملك سلال كان عليه أن يذهب إلى ورقلة، كان عليه أن يذهب إلى الأغواط، ليس إلى بشار، كأنه أخطأ في المدينة. يعني لماذا؟ لأن الناس كارهة الوعود، كارهة الوعود. رئيس بوتفليقة لماذا لا يتنقل للجنوب؟ لماذا رئيس بوتفليقة لا ينظم مجلس وزراء في الجنوب؟ لماذا لا يأخذ قراراته؟ لماذا لم يأخذ قراراته من السابق؟ يعني لماذا الشباب لا يصغر أنهم سمعوا الحكومة الحكومة تقول بأنها تأتي بقرارات الحكومة، قامت بمخطط مالي للجنوب، مخطط خاص، اين اموال هذا المخطط؟ لماذا لم تذهب الى المشاريع الشبانيه؟ لماذا لم تذهب الى المستشفيات؟ لماذا يعني الخطوط الجويه الجزائريه تنتظر حتى تكون هناك غضب وفي الجنوب واحتجاجات لتنقص من اسعار التذكره؟ يعني كان الحكومه دائما تتحرك تحت الضغط، الحكومه تتحرك عندما يخرج الى الشارع، الهدف هو اسكات الناس لا اكثر ولا اقل، لان الشباب اذا يعني تغيرت الحكومه، حكومه سلال سبق لها اقل من سنه لان هناك انتخابات رئاسيه في 2014، يعني تذهب الحكومه وتاتي حكومه اخرى ولا تفي بوعودها، وبالتالي الشباب يريد الان أشكرك. ان تفي الحكومه بوعودها وان تطبق ما تقول. شكرا فيصل المطاوي الكاتب والصحفي، اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الجزائر. اعود لك استاذ محمد العربي زيتوت، الا ترى ان الاهتمام الحكومي الاخير بالجنوب قد يجلب متاعب للسلطة؟ قد تظهر أو ثورة أو انتفاضة في منطقة أخرى ولتكن القبائل، القبائل سيحيون كذلك الربيع القبائلي في أفريل المقبل، وهم بدورهم سيقولون لماذا نحن مهمشون، ثم يتحدث كذلك أهل الأوراس الشاوية أو المناطق الأخرى، يعني بعبارة أخرى لماذا ليست هنالك
تنمية شاملة لكل ربوع الجزائر بدل الاهتمام بالجنوب ثم الانتقال للشمال ثم الانتقال لمناطق أخرى؟ ولذلك أنت لما تطلق عليها كلمة حكومة ولا كلمة كبيرة يعني ماشي حكومة للأسف غوفيرنيس بريفوار الكلمة هذه تقول أنه أول شيء أن بالنسبة للإنسان باش يحكم هو أن يتوقع. هذو ما همش هذو مش يشتغلوا حتى كمطافئ، يعني المطافئ يشتغلوا أفضل منهم لأنه على الأقل كي تسرى النار يعرفوا كيفاش يتعاملوا معه. هذا لما يسرى النار يقدر يشعلها هو أكثر، يعني أنت تصريحاتهم في بعض تصريحات واللي مقربين منهم في الإعلام وكذا شعلت النار. يعني لما يجوا بعض تصريحات تقول بأن الشمال حروا الجنوب هم قالوا كذا، يعني هذه قالتها واحدة من اللي أعطاوا لها جريدة وأصبحت في شمال حر الجنوب. يعني هذا أنا بعث عشرات نقدر نقول مئات بدون مبالغة مئات الاتصالات والرسائل، الناس غاضبة بشدة من هذا التصريح من طبيعة الحال، لأن الناس من الأغواط وقفت أمام فرنسا في 1852، لم تستطع فرنسا أن تكمل احتلال الصحراء إلى غاية 1896، 44 سنة، 44 سنة وأحرار الصحراء في القرن التاسع عشر يواجهون فرنسا اللي كانت طبعا قوة عظمى، المقاومات الشعبية ومقاومات، وكانت المقاومات في كل مكان، كانت المقاومات في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. لماذا هؤلاء السفهاء يريدون أن يخلقوا هذا الصنيع؟ لماذا يتحدثون وكأن الجنوب هذا يطلب؟ من أوقف ديغول ومشاريع ديغول الماكر لفصل الصحراء؟ أليست الولاية السادسة؟ أليس محمد شعباني ومن كان معه رحمه الله فيما بعد وكلت له تهمة فصل الصحراء؟ هكذا يعني الأشراف الأحرار الذين يدافعون عن الوطن توكل لهم كل الاتهامات أنهم عملاء وأنهم خبثاء وأنهم كذا وأنهم يتعاملون مع الخارج، وأنهم العكس الحقيقي هو الصحيح. هذا هو الحقيقة، الحقيقة أنكم أنتم فتحتم البلاد للحلف الأطلسي، أن طائرات المخابرات الأمريكية تتجسس على التراب الجزائري والوثائق موجودة، أن الجيش الجزائري يذهب الآن إلى مالي. لكي كتب لي شاب يبكي قال نحن الآن في نحن لا نفهم ما نعمل، نلقي القبض على بعض الماليين ونسلم لفرنسا. قال هل هذا هو دور الجيش الجزائري؟ كتب لي قال لي نحن وقال نأكل العدس مدة أسبوع والخبز اليابس، ومع ذلك الآن نتعاونوا باش نبيعوا مسلمين وماليين ومنهم جزائريين لفرنسا ونمدهم لفرنسا والجيش الفرنسي. هل ولينا احنا حركة عند فرنسا؟ هل ولت الجزائر بعد 50 سنة عميلة عند الاستعمار الفرنسي اللي يغزو مالي عبر أجواءنا؟ هل يعقل هذا؟ هو طالما حكيت على مسألة التمويل، فهناك من يلوم السلطات الجزائرية على تمويل الحملة الفرنسية على مالي، أعطوهم مبلغ من المال، كذلك صندوق النقد الدولي أعطوه كذلك مبلغ، والأصل في صندوق النقد هو الذي يقرض الدول فالجزائر أقرضته. كذلك أثاروا مسألة هذه الدول الإفريقية التي كانت تعاني من الديون، الجزائر أعفت هذه الدول من ديون اللي هي على الجزائر ودفع ديون أخرى. فالآن أهل الجنوب يقولون لماذا لا تستثمر هذه الأموال في مشاريع اقتصادية لجميع الشباب؟ تعطى أموال الجزائر لمن هب ودب، لمن يستحق ومن لا يستحق، لمن يذبحنا أو لا يذبحنا. تعطى أموال الجزائر وتنهب أموال الجزائر بكل الأسماء وتحت كل المسميات، وفيه جزائريين يموتون لأنهم لا يجدون الدواء، فيه جزائريين يموتون وماتوا لأن ما فيش علاج للكونسير، لأن الدياليز ما يقدرش يديرها، لأن الدوايس و 200 ألف و 300 ألف ما يقدرش يشريه، لأن أولاد فيه ناس انتحروا لأنه ما يستطعش أن يرتب أولاده، وش يحتاجوا أولاده ما يقدرش يجيبولهم، والأولاد تضغط بالمطالب خاصة مع انفتاح المجتمعات الاستهلاكية. مع الجزائر ولات بازار لا تنتج شيء لكن كل شيء موجود هنا. فيه ناس تموت لأنها، وشفنا كثير من البرامج اللي داروها ناشطين وصوروها ناشطين، وحتى قناتكم صورت أماكن يعني وكأن الناس ما هيش في العصر الحجري قبل الاستغلال تشر وكذا، ومع ذلك أموالنا تروح لفرنسا وتروح لبريطانيا وتروح لأمريكا وتروح لكل مكان وتروح لصندوق النقد الدولي. وهي جات كريستين لاغارد ودات أموال أخرى، هذه المرة لم يعلنوا عنها لأنهم عرفوا أنه لما أعلنوا عنها المرة اللي فاتت كان غضب شديد من الشعب. الآن أخذت أيضا ملايير ولكن لا نعرف بالضبط كم هي عدد الملايير ومتى ستسلم لها، لأن لماذا جاء؟ طيب سيد محمد، ما رأيك فيما صرح به رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيطور؟ قال بخصوص مسألة التغيير، ليس أمام الجزائر إلا التغيير السلس السلمي أو مواجهة ما تعانيه الآن مصر وتونس وغيرها. أخشى ما أخشاه أنه إذا لم يفهم، هل تؤيد هذا التصريح أم لا؟ طبعا لا، قضية مصر وتونس ما بالعكس، إذا لم يتفطن، ولذلك أيضا نقول هنا للناس إذا الناس لم تفهم أنها تخرج في هذه الانتفاضات أو الاحتجاجات أو الوقفات
بطريقة سلمية وبطريقة ذكية وتقف لهذا النظام العاتي الغاضب الطاغي، لأنه هو الآن في مرحلة ضعف، ضعف شديد. إذا لم يخرج الشعب الجزائري الآن ويقف في مواجهته ويصل معه إلى التغيير، يعني يفرض عليه التغيير ويصل النظام هذا أنه خلص وصل مرحلة التغيير وانتهى الكذب وانتهى التدليس وانتهى الخراب، خلونا نسلم الشعب هذا الجزائر، سنصل إليه. لأن هناك آخرين يقولوا خلاص، احنا انا كثير من الناس مرات يكتبون يقولوا انتم تطالبوا بالسلميه وتدعوا بالسلميه، نحن هذا النظام لن يحل معه الا السلاح. هاي المشكله، اذا لم ينخرط الغالبيه من الجزائريين في عمل سلمي لمواجهه النظام، ستخرج اقليه بالعنف وبالسلاح لمواجهه هذا النظام، وقد نجد انفسنا في وضع سوري لا قدر الله. هذا الذي يجب ان لا يحدث، يجب ان لا تحدث سوريا مره اخرى في الجزائر، يجب ان لا تحدث ليبيا مره اخرى في الجزائر. كيف ذلك؟ كلنا كجزائريين نفكر، كلنا على كافة المستويات على كافة الاتجاهات نفكر بحل سلمي مواجهة النظام. نرفض الحديث إلى الأعيان، نرفض الحديث إلى ما يسمى بالمنتخبين، نرفض الحديث إلى الوعود، لا نصدق الوعود. نخرج طيب إلى الولايات إلى البلديات ونقول كفى هذا الخراب وهذه الرداءة. أستاذ محمد العربي، هناك أطراف محسوبة على المجتمع المدني في الجزائر تقول الجزائر شيئا فشيئا ستتطور وسيعود السلم، وبإمكان الدولة أن تقيم مشاريع عدة لهؤلاء البطالين، ولا نريد أن تتكرر صفحات ليبيا وسوريا وتونس في الجزائر، خاصة أن هؤلاء المعارضين ليس لديهم بديل للحكم. فرنسا كيف ترد على هؤلاء؟ أتباع فرنسا كانوا يقولوا كي تخرج فرنسا شكون يحكم الجزائر؟ شكون؟ فرنسا وما أدراك يا صاحبي، كي تروح فرنسا شكون يحكم هذه البلاد؟ لا، الجزائر ولادة، الجزائر عمرها آلاف السنين، وعمر الإسلام فقط فيها 14 قرن. الجزائر هذه صنعت حضارة وصنعت تاريخ وصنعت، الجزائر ضمن إطار عام صنعت الكثير. لا، الجزائر ولادة، والجزائريين ملايين الآن في الخارج، أكثر من 150 ألف في كندا، أكثر من 100 ألف في أمريكا، أكثر من 2.5 ملايين أو 3 ملايين في فرنسا، أكثر من 150 ألف في بريطانيا، والبلدان العربية والبلدان الأسيوية في كل مكان. الناس من الأرجنتين يكلموني، في من برازيل يكلموني، في من 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 دول لا أسمع بها من قبل يكلموني. الجزائريين في كل مكان ويستطيعون، والجزائريين في الداخل طاقات قوية مهمشة، كفاءات عالية مهمشة، كثيرين منهم نعرفهم درسوا معايا مهمشين، لأنهم أشراف، لأنهم أحرار، ما دخلوش في الرشوة، ما دخلوش في الفساد، جبدوا جانب، قال لك لا نموت فقير إلا كان لازم باش نموت، وبصح ما ندخلش في الرشاوي وفي الفساد. الجزائريين موجودين ويستطيعون، والبدائل هائلة كاملة. طيب سؤال أخير، طيب قبل هاكي يقول هذا الكلام، هل فعلا الجزائر دخلت مرحلة لا يعلو فيها صوتها على صوت الشباب؟ أقصد هؤلاء الذين الآن صار لديهم قبول في الجزائر بمجرد بالعباس أنه يدعو إلى مسيرة أو إلى تجمع اعتصام، يأتيه الناس من الشرق من الجنوب غيره، كذلك بالنسبة لزايد، كذلك بن خدش، يعني عناصر جديدة شبانية معروفة في الجزائر، كأنهم غسلوا أيديهم من هؤلاء الأحزاب والبرلمانيين وغيرهم. هل فعلا الجزائر دخلت هذه المرحلة، مرحلة الشباب والمجتمع المدني وما إلى ذلك؟ وهذا شبيه أيضا بالخمسينات، لأن في الخمسينات الحركة الوطنية على ما فيها كانوا فيها بعض الشرفاء، لكن الحركة الوطنية فشلت، ففي نهاية المطاف الشباب خذ المبادرة وهو اللي أعلن الثورة. يعني ستة الشباب هذوك اللي قرروا، وبدأنا الحديث بواحد من أشراف وعظماء الجزائر وأسود الجزائر مصطفى بن بولعيد، هؤلاء الشباب هم اللي قرروا، هم اللي خذوا النسبة. الآن لا، قضية الشباب وأيضا الآخرين في كل مكان، الآن الوعي وصل حد كبير جدا من أنه يا إما نخرج سلميا ونواجه هذا النظام المتآكل. الآن صراعات بيناتهم كبيرة والصدامات قوية، وقاعدين ينهبوا يهربوا بالأموال، وقاعدين يبحثوا على مخارج هم أصلا. هذا النظام في وضع سيء جدا، وبالمناسبة وطمئن كثيرين من ضباط الجيش يبعثون ويقولون لن نطلق رصاصة على الشعب الجزائري إذا خرجوا، بالعكس راكم راح يتحرون، لأن أيضا كثير من ضباط الجيش الجزائري يشعرون بالألم وبالندم وبالقلق وبالسخط من أن بلدهم تصبح عبثية عند فرنسا وعند أمريكا. أنت تحدثت عن الجانب السلمي، كيف يحافظ شباب الأغواط والجنوب بصفة عامة على سلمية تجمعهم غدا؟ يخرجون مطالب سلمية ضمن الجزائر الواحدة الموحدة، نريد إسقاط الفساد، لا نريد أعيان، لا نريد منتخبين، لا نريد مزورين، لا نريد وعود، نريد أفعال، لا نريد أقوال، انتهى الأقوال الأفعال، وإلا الناس تذهب في الأغواط وغير الأغواط، الناس ستذهب إلى استرجاع البلديات تحتلها، إلى استرجاع مقرات الولايات وإلى أماكن أخرى تقيم فيها، إما أن تصلحوا وإما أن ترحلوا، ليس لكم أي خيار، لأن إذا لم نفعل ذلك فستفتح الجحيم على الجزائر لا قدر الله.
أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد عربي زيطوط القيادي في حركة رشاد والدبلوماسي السابق. الشكر موصول مشاهدنا الكرام للأساتذة بالقاسم خنشة الناشط الحقوقي وكذلك فيصل مطاوي الكاتب والصحفي كان معنا من الجزائر. مشاهدنا الكرام آمل أن نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى لنطرق باب ملف آخر. دمتم بخير وإلى اللقاء.